أهلاً أهلاً يا عمر. أهلاً أهلاً يا راس. خليك أنت برا بقى. مع السلامة. اقعد يا ناصح. أول ما جالي الولد رمضان قال لي العمدة عايزك في التو والساعة، رحت جايب سكر مشي، لا قلت له يمين ولا شمال، جابني هنا دور. شوف يا ناصح، شغل العمودية كتر عليا قوي، ومشاكل الفلاحين كترت، اللي اتسرق واللي اتظلم واللي ماسك في صاحبه، أنا خلاص زهقت. هتعمل إيه يا عمدة؟ ربنا يكون في عونك، مسؤولية بقى. خلاص يا ناصح، صحتي ما عادتش مساعداني، وبعدين فكرت وطقصت، قلت مين في البلد ناصح ويحل مشاكل الفلاحين؟ أنت، وريح دماغي من دوشته. أيوه، تريح دماغك وتتعب دماغي أنا، لا، يفتح الله يا عم. ياض أنا هديك مرتب زي، وهتبقى كلمتك فوق الكل، على رقبة الكل. قلت إيه؟ تجوزني بنتك سهير؟ إيه؟ بس بنتي مش رايداك. مش رايداني ليه؟ ماني حلوة هو مال وهدوم. يمكن ياض لما تشوفك كده كلمتك نافدة على الكل، تغير رأيها وتتجوزك. إيه؟ قلت إيه؟ خلصني. موافق يا بلعوم. من بكرة تستلم الشغل، هعمل لك اوضه كده صغيره تقعد فيه، واوقف لك قدامها غفير يقضي لك طلباتك. اول مشكله مستنياك عم ناصر. مشكله يا ولد في ايه؟ ست غلبانه بتقول انها اسمها نبويه عايزه تكمل حضرتك. نبويه دخلت. خش يا سيد. السلام عليكم يا عم ناصر. اقعد يا نبوي فوق يا نبوي فوق. انت ابو العيش. ايه؟ قال لي حوشت كده يجي 1000 جنيه. وبعدين قلت يا بنت ايه؟ الواحد مش ضامن ظروف الزمن، شايلهم لوقت زنقه. وانت عارف يا عم ناصح اني وحدانيه وماليش ظهر. قلت يا بنت لا الحراميه يشموا خبر يجوا يسرقوني. قمت قلت ايه؟ تشيليهم فين يا بيت يا نبوية؟ تشيليهم فين يا بيت يا نبوية؟ شلتيهم فين يا بيت يا نبوية؟ عند عم سلماوي في الخزنة بتاعته زي أهل البلد كلاتهم، وفي النهاية نديله نصيبه. أيوه عارف 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 يا بس أنت محدش اشتكى منه. أيوه يا عم ناصح محدش اشتكى منه. اكملني وحدانية وماليش سند ولا ظهر، طمع في فلوسي. رحت أطلبهم منه قال لي يا وليه أنت مالكيش حاجة عندي، أنت جاية ترمي بلاكي عليا وكرشني. داني الفلوس بدياله بلا يجي سنة وزيادة. سلماوي يعرف ان انت جيتي هنا؟ لا ما يعرفش. حلو، انت بكرة تروحي له، بكرة مش النهاردة، تقولي له عم سلماوي اديني الالف جنيه وإلا اروح ابلغ عنك ناصر. كويس، هروح له حالا دلوقتي. دلوقتي ايه يا وليه يا مجنونة يا مهبولة؟ دلوقتي ايه؟ بكرة بكرة هفهمها لك ولا اجيب لك سكر يفهمي؟ ايه ده انا بحبه قوي بقى قرقشه قرقشه. ده انا ما عنديش ولا معلقه سكر في الدوار. ايه ايه سكر؟ ادوار. ايوه يا ناصح. تحضر سكر للست نبويه وتحضر سكر عشان انا عندي مشوار. ايوه حاضر يا عم. كم كيلو سكر حضر الجنان؟ مش ليا، للست نبويه تحضر لها شويه سكر كده كيلو اتنين تلاته. انا تحضر لي سكر الحمار، الحمار اللي بيفهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إيه الأنوار دي يا عم ناصح؟ إزيك إزيك يا راجل طيب؟ يزيد مقدارك. أهلا وسهلا. اتفضل بخير. ماله. أهلا وسهلا اتفضل. قوم. أصلني بعت الفدانين اللي عندي وكم حتة مواشي كده وجابوا لي يجي أكتر من 20,000 جنيه. ربنا يزيد ويبارك. قلت في حالي بالي يا ناصح تشيل الفلوس فين؟ تشيل الفلوس فين؟ قلت مفيش أأمن وأحسن من سلماوي. خدامينك يا ناصح. بتاخد كام يا سلماوي؟ إيه وده كلام برضه يا ناصح؟ إيه هو في فرق؟ اللي تدفع. خلاص بكرة آخر النهار أجي لك وأجيب معايا ال 20,000 جنيه. ماشي. بالإذن. إيه كده أهو؟ من غير شاي ولا قهوة؟ بكرة بإذن الله لما أجيب لك الفلوس أشرب الشاي والقهوة. لا
يا شاي يا قهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سنة بيضة 20,000 جنيه؟ ده انت صيتك هيلعلع في البلد كليتها يا سلماوي. وادي اللي بره، اعمل لنا نص كوباية شاي. يلا. افتح يا عليم يا رزاق يا كريم. نعم. نعم الله عليك. انت حددين الالف جنيه دلوقتي حالا ولا والله العظيم اخرج من هنا على عم ناصح على طول؟ خبر ايه؟ انت بتحدديني؟ انا بقول لك وخلاص. هتديهم لي ولا اروح له على طول؟ يا نهار ابيض، لو راحت له هيشك في ذمتي وهيلغي فكره انه يحط عندي ال 20,000 جنيه، وبكده هخسر الوهبه اللي كانت حاجيني منه. ادورها يا سلماوي واديها ال 1000 جنيه بتاعتها لاجل ما تكسب ثقة ناصح. ها قلت ايه؟ ها؟ يا ست اذا كان لك عندي فلوس هتخدمه في قنبوسي. بس بقول ايه؟ يعني كنت خايف اديك الفلوس لحسن تبعزقيهم. لكن على العموم انت حر. انا بس كنت بهزر معاك. لا ده ما عايز فلوس بحبهم لي. ايوه حاضر. خد الفلوس زي ما انت عايز. ادي الالف جنيه اهو. عايز وهبتك كام؟ احنا عمرنا دققنا معاك يا ست. اللي تدفعيه. أما عجيبة. قولي تاني وشنفي وتاني يا نبوية. ادهم لي يا عم ناصح من غير كلام ولا منهدة. قال ايه؟ بيقولي ده اني كنت بهزر معاكي. حاجة غريبة. مش قلتلك جالي كلامي؟ عم ناصح. ايوه يا ولد. سلموا بره وعايز يقابل حضرتك. ايه؟ طب قول لي خش بعد هسه. امرك عم ناصر. خش خدي جوه. ليه؟ هقول لك بعدين. طيب خش. ايه يا عم ناصر؟ ايه استنظرتك في الدهار ما جيتش يعني؟ ده انا محضر لك حته خزنه تليق بال 20,000 جنيه بتوعك. دخلت عليك يا راجل انني معايا 20,000 جنيه. حتى لو معايا 20,000 جنيه اشيلهم عندك بتاع ايه؟ لا انت مش جيت عندي في الدوار وقلت لي الكلام ده بعض لسانك. كانت مشكله وتحلت. نبوي ايوه انت كنت جوه؟ ايوه. طب اطلعي بره. ربنا يخليك لينا يا عم ناصح. فهمت بقى ولا اجيب لك سكر يفهمها لك؟ لا فهمت قوي. ده انا طلعت سكر. لا ده انت طلعت سكر زياده. اتفضل يابا. يزيد فضلك يا بنتي. اتفضل يا اما. تسلم ايدك يا حبيبتي. يا سلام يا ولاد، يا ما كان نفسي من زمان اشرب الشاي وانا قاعد القعده الحلوه دي. ان جيت للحق يا عمدي نصح شايل عنك بلاوي كتيري. البلد كلتها بتشكر فيه وبيقولوا عليه بيجيب التايهه ويفهمها وهي طايره. هو مين ده يابا اللي بيفهمها وهي طايره؟ انا عارف بقى. أهو المثل بيقول كده. المثل ولا واحدة بحق وحقيقي؟ شوفي البيت. وانت مالك بقى يا اختي بواحدة بحق وحقيقي؟ مش اتقدم لك وطلب ايدك مرة واتنين وقلت لا؟ يما ده مهووس بالحمارة بتاعته. ده
تاني اخاف لو اتجوزته احس ان في ليا ضري. وماله يا بيت، ده مقطوع من شجر، لا اب ولا ام ولا عايل ولا تايل ولا اي حد. فتوح تتلاح بحمره صغيره كده. ايوه فتوح يا حبه عيني، وهو عنده 5 سنين ما سابولوش غير الحمار يركب عليه وروحه كتاب، ويركبه ويسافر البند، وساعات كان يركبه وهو صغير وينام عليه. صح ولا لا يا زليخه؟ صح يا عمده صح. السلام عليكم يا عم سلمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انت؟ ايوه انا فتحها يا عم سلمان. فتح الدهشان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت عايشه ولا؟ ايوه عايش يا عم سلماوي. الله، انت هتموتني يا بعد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حلم ولا علم؟ الناس كلها في البلد عارفة انك مت في الغربة. ايه ما تقولش في وشي بالكلمة الواحدة دي، ما تقولش في وشي. ايه دي هنموت ها؟ ايوه اشكي مني كده البلد كلها ايه وانا ماشي في الشارع عمالين يبصوا في وشي كده، وانا كنت مشغول اصلا في اغنيه بتاعت نادية مصطفى بتقول تسوى ايه العيشه بعيد وانت واحد فيها غريب وبعيد كده. وكانت الناس عماله تصرخ في وشي وتجري. الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام يا هلا. هي ايه العباره ما تفهمني؟ اصل عبد الحميد جه من 100 سنه وشويه كده وقعد يصرخ ويعيط ويقول له ماتوا ده فض في الغرب، ماتوا ده فض في الغرب. كده يا عم سماو كده. انا واقف قدامك اهو صح سليم وشايل التسجيل اهو. سبحان الله. هو فين عبد الحميد دلوقتي؟ محدش يعرف له طريق جره من ساعه ما جه وقال الكلمتين دول، هو خد في وشه وما شفتوش بعد كده. اوعى إيه تكون اديته الامانه بتاعتني. عطتها له يا ابني. عطتها له؟ عطتها له ازاي بقى يا عم سلمان؟ عطتها له، عطتها له يا ابني، حقه عطته له. نعم حقه، حقه ازاي يا عم سلمان؟ انت مش معاك ورقه بتقول انك ما تديش حد حاجه الا ما يكون احنا الاثنين موجودين؟ حصل الكلام ده ولا لا؟ حصل يا ابني حصل، ما قلتش حاجه، بس هو لما جه هنا وقال انك مت في الغربه قلت حقه ياخد الاماني. بقول لك لا يا عم سلمان، انت مش قاعد شويه؟ ان شاء الله كده حصل مشوار، اروح اجيب لك البوليس وبيقول لك لغايه هنا، وان شاء الله هيحولوك على النيابي وتبقى ليلتك مش في حياتي. السلام عليكم. الحقني يا عم ناصر. الحقني يا عم ناصر. ايه يا سلماوي مالك؟ مالك؟ كلك مشاكل كده. مشاكل ايه؟ ده المره دي مظلوم. مظلوم ازاي يعني؟ انت فاكر فتحي عبد الحميد؟ فتحي عبد الحميد دول كانوا اصحاب. اي فتحي عبد الحميد دول كانوا، دول كانوا راسين في طاقيه واحده، دراعين في كم، كانوا خاتمين في صباع ورجلين في مقاس واحد. كان فتحي عبد الحميد كل واحد يقول للتاني نص انا ونص انت. دول مش سافروا بره، سافروا بره من مده طويله. حلو، ادي انت فاكر كل حاجه. وفتحها بقى جرى ايه؟ فتحها ايه؟ فتحها ربنا يكرمك كده وتبقى زيه. فتحها ده فتحها مات. ايوه مات، وكانوا حاطين هما الاثنين عندي حسبة 6000 جنيه وشوية سيخ. ها وبعدين؟ وكانوا متفقين ان ما اديش الامانة دي الا ليهم هما الاثنين سوا مع بعض. وفتحها مات. وجاني عبد الحميد قال لي اديني الاماني، رحت مديله الاماني، يبقى انا عملت حاجة غلط. بس انا لازم اسالك سؤال قبليه. هل فتحها كان عنده ورثه؟ هل فتحها ما حلتوش اي ورثه؟ ده فتحها مقطوع من شجره وما عندوش اي وريث. لما هل فتحها ملوش اي وريث تبقى فين المشكله؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ المشكله ان فتحها ظهر. يا راجل، يا راجل انت ده ظهر فين؟ فتحها مات. مات؟ اتضح ان فتحها ما ماتش، وعبد الحميد شاح في البلد كلته انه فتحها مات، وعمل الملعوب دي علشان يجين ياخد الاماني، ومن ساعتها طفش ومحدش يعرف له طريق جره. وفتحها دلوقتي جاي يطلب بالامانه. ايوه، وبيقول ان الورق اللي معايا دخلني السجن لان الاتفاق ان ما ادهمش الامانه الا هما الاثنين ساوي. يبقى انا ذنب ايه؟ اسمع يا سلمان، اسمع، انت تروح تجيب لي فتحها دلوقتي لحد ما افكر لك في مخرج. حاضر، ربنا يخليك، ربنا يسترها معاك، ربنا ينور لك مخك يا عم ناصر. ما فيهاش حاجة يا سلماوي، على الأقل أنا هاخد نص الأماني.
ودي يبقى كرم مني. يا سلام، ما تستنى لما نشوف نصح هيقول ايه. نيم. الحمد لله على السلامه يا فتيح. الحمد لله على السلامه يا اخوي. يا سلام يا ولاد، انا بحمد ربنا اني شفتك قبل ما اموت، بس والله انا زعلت عليك قوي، زعلت لما جاني خبرك. الله يخليك يا عم ناصح. مبروك عليك الشغلانه اللي قبها دي. ولا قبها ولا حاجه، شغلانه متعبه. بس تقول ايه اسمتنا كده سماوي؟ لما اسالك الامانه موجوده عندك قول لي ايوه موجوده. موجوده ازاي؟ زي ما بقول لك كده، زي بتوع البندر ما بيعملوا يعني ايه كده وكده. حاضر، لاجل خاطرك يا عم ناصح هاخد نص الامانه. بس لا، نص الامانه ده ايه؟ الامانه كلها الورقه بتقول الامانه كلها نصها ده ايه؟ يا سلام يا سلام على العدل والحكمه. قول لي يا عم سلمان، هل الامانه اللي شالوها عندك هما الاثنين هل ولا هل عبد الحميد خدها منك؟ لا، هل موجودة وهل يا راجل يا كذاب انت قلت لي عبد الحميد خدها ليه؟ حبيت اعرف هتعمل ايه؟ كدبة بيضة كده بس عشان اخوفك. كدبة بيضة بس عشان اخوفك؟ يعني انت متأكد ان الامانة معاك؟ ايه خبرها يا راجل؟ بقول لك الامانه معايا وفي الحفظ والصون. طب هاتها بقى يا عم سلماوي وخلي الموضوع يخلص. لا لا، جيبها ده ايه؟ جيبها ده يا فتيحه. الورقه بتقول ان الامانه موجوده تاخدوها انتوا الاثنين، تروح تجيب عبد الحميد، تيجوا انتوا الاثنين وتستلموا الامانه. طب وانا اجيب لك دلوقتي عبد الحميد منين؟ ده مش باين له طريق جر. دي بقى مش مشكله عمك سلماوي. الامانه عنده والعقد واضح وصريح، تجيب عبد الحميد تاخده الأمانة، ما تجيبوش هتفضل الأمانة موجودة عنده. قلت إيه؟ قلت إيه؟ قلت فوضت أمري لله. سلماوي فهمتها ولا أروح أجيب لك سكر يفهمها لك؟ لا دي بقى فهمت إيه؟ أنت زعلت ولا إيه يا فتيح؟ زعلت؟ معلش ليك عليا، اول ما تجيب عبد الحميد اشمطه لك هنا عشان الاشاعه الوحشه اللي طلعها عليك. اقول لك ايه بس، لسه مزرجينها يا ناصر. خلاص ادلوا عليها شويه جاز ولا حبه زيت يمكن تفك. بصراحه يا ناصر انت زودتها حبتين، انت بقيت راجل مهم في البلد ومشهور بنصاحتك. سيب الحمار يا اخي وشوف لك فرصه زلمك تركبها تلق بمقامك. لا 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 لا، انا لا لا سك، ما تجيبش سيره سك، بعيش عيش لو بيني وبينه عيش وملح وبرسيم. يا بني ادم انا ما اقدرش استغنى عن سكر ابدا، ده اللي يخد العشره يبقى ليه الاصل يا عمد. الله يا ناصح يا ناصح، البني ادم بيتطور. اديك قلتها يا عمد، البني ادم بيتطور. البني ادم بايه؟ بيتطور، يعني بيبقى طور. صدقت كلامي يابا، ده راجل مخه طائق. يا بت يا بت، لما تملي عليه البيت ويحس بيكي ورعايتك ليه حبة حبة هينشغل بيكي وينسى سكر ده خالص. ايه وعلى ايه بقى اخش في عركة مع حماره وانا يعني من قلة العرسان؟ تاني الف من يتمناني. الحقني يا خلاص، الحقني يا خال ناصح، الحقني. ايه يا ولد؟ المحفظه بتاعتي انسرقت واني في السوق. سرقت ونعمل لك ايه؟ اصله فيها 2000 جنيه. كنت حاططها فين يا ولد؟ كنت حاططها في الجيب دي. يا سلام، جبت مخروب تحطها في اي جيب تاني؟ ما هو الجيب التاني برضه. لا ده انت قفلي بقى، سكر عامل لك من غفير. بتشك في حد يالا؟ لا ما بشكش في حد. مش يمكن ما اتسرقتش، يمكن وقعت منك ولا حاجه. ايوه ممكن تكون وقعت مني في السوق. خلاص تروح السوق وتقول يا اولاد الحلال اللي لاقى محفظتي ياخد 10% يعني 200 جنيه. ها؟ 200 جنيه كتير قوي. اشتري بس تلاقيها في الاول. ايوه صحيح. يلا سكر يلا. يا اولاد الحلال اللي لاقى محفظتي هياخد 200 جنيه. لا كتير 200 جنيه. يا ولاد الحلال اللي لقاها ياخد 150 جنيه.
كتير برضه. كفايه 100 جنيه. محفظتي ضاعت واللي لقاها ياخد 100 جنيه. 70 جنيه. انت يا بني ادم مش كنت ناوي تدفع 200 جنيه للي يلاقي لك المحفظه؟ وانا يا صناصح لقيت المحفظه دي على كوم زباله وما كانش فيها اي شيء يدل على صاحبها، يعني كان ممكن اخدها واطنش عليه. اسماعيل اديله 200 جنيه. ما اصل انت مش واخد بالك يا عم ناصر، اصل هو اداني المحفظه ناقصه. ناقصه؟ ناقصه ايه؟ كان فيها خاتم ذهب. خاتم ذهب؟ يمين بالله العظيم ثلاثة، ما كان فيها غير الألفين جنيه. لا كان فيها خاتم ذهب وبالشيء فلان. واللي خليني اخد الخاتم الذهب ما كنت اخدها كلها ولا ايه يا صناصح؟ صح. انت رجعت في كلامك يا اسماعيل، رجعت في كلامك ومش عايز تديله ال 200 جنيه المكافأة. لا اديله 200 جنيه ازاي وواخد مني خاتم ذهب؟ صحيح يا ناس، خيرا تعمل شر تلقى، يا ريت ما كنت اعطيتها لك. اسماعيل لاخر مره، انت متاكد ان المحفظه كان فيها خاتم ذهب؟ ايوه كان فيها خاتم ذهب. وين؟ طب والخاتم الذهب ده كان محطوط جوه المحفظه ازاي؟ هو كان محطوط جوه المحفظه وانا مخيط عليه بابره وفتلي عشان ما يضيعش. اصله ده على صباعي وكان بيعمل لي حساسيه وبيخليني اقعد اهرش في صباعي كده. يعني عواضيه فك الخاتم من المحفظه واخد. ايوه هو فكه من المحفظه واخد. كد كد بس انا اصح كد. اخرس عواضيه كتم خالص، مش عايز اسمع صوتك. وديني المحفظه يا اسماعيل. اتفضل يا عم ناصر. حد فيكم خادم؟ دي ما خرجتش بره الدار ابدا. انا بنفسي مطلعها من جيبي وحاططها في حته في الاوضه. اسماعيل. ايوه يا عم ناصر. ايوه. بعد مباحثات ومجاولات فهمنا ان المحفظه دي مش بتاعتك. لا تروح تدور على المحفظه. بس دي محفظتي يا عم ناصر. بس محفظتك كان فيها خاتم متخيط بابره وفتله، ودي ما فيهاش اي اثر لا الابره ولا الفتله. فدي مش محفظتك، تروح تدور على محفظتك ودي هتفضل امانه عندي لحد ما يبان لها صاحب. انا غلطت يا عم ناصح ونسيت. ايوه انا حبيت اتبلى على عرضين عشان ما تدفعلوش ال 200 جنيه. دلوقتي هديله 200 جنيه بس و100 فوقهم كمان بس، وححب على راسه بس، وححب على راسه. لا نفتش الاوضه تاني يا جناب العمدي. ليه؟ ما انتوا بقالكم ساعه بتفتشوا فيها. هي ابره دي ساعه، ساعه العمدي ساعه فضه بكتينه ذهب قد كده. هي ابره خلاص حصلت تسرقوا العمده. هر يا هلا، انت خدت الساعة؟ لا يا جناب العمدة لا. وانت يا هلا؟ ان شاء الله انتصف نظر ان كنت على اساسه خدتيه. وانت يا اخويا كمان ما خدتهاش من اساسه؟ لا الكذب خيبة، انا شفتها وعارف لكن انا ما خدتهاش. طيب يا ناصر يا حبيبي، طيب يا اخويا غفر من يمين ضر. اسمع انا حاسبكوا ساعه زمن واطلع بره، يا رجعت ولقيت الساعه يا خليت ليلتكوا اسود من الكحل. غفر امشي الجر تهون. تكونش نسيتها عند حد وانت بره؟ عند حد مين يا زلافه؟ عند حد مين؟ لو نسيتها عند حد كان رجعها لي. ده ساعة العمدة أشهر من ساعة جرانيتش. جرانيتش؟ احنا في ايه ولا هدعوني جرانيتش؟ احنا في ايه ولا في ايه يا زليخة؟ خلينا في اللي احنا فيه وفهم الساعة اللي احنا فيه. انا فاكر انها كانت معايا امبارح لغاية بعد صلاة العشاء.
الابلسه دول هم اللي خدوه. اسمعي، اوعى حد فيهم يروح كده ولا كده، لاحسن لاحسن يسرب الساعه لغايه ما اروح مشوار وارجع. هتروح فين يا عمر؟ هروح لناصح، مش هو حلان المشاكل والعقد على ناصح. اهلا 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 يا ابو العمر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. الله يبارك لك يا ناصح. ايه اخبار الشغل معاك؟ ما بينتهيش يا ابو العمده، ما فيش يوم استريحت فيه. ربنا معاك. انا بقى جاي لك لاجل ما تحل لي الاشكال اللي انا واقع فيه. اشكال؟ اشكال يا عمده كفن الشر. الساعه بتاعت الفضه ام كاتينه ذهب اللي ورثها ابا عن جد عزيزه علي قوي، النهارده الصبح صحيت ما لقيتهاش. وانت شعرفها؟ امال يعني يا عمده جاي يعني عشان اصلحها لك، اركب لك رقاص جديد؟ طبعا جاي تسالني مين اللي سرقها. بالظبط كده، ويمين بالله اذا عرفت مين اللي سرقها لا زود لك المرتب الضعف. شوف يا عمده، انا ما يهمنيش الفلوس، انا يهمني الاخلاق. بتشك في مين يا عمده؟ الغفر بتوعي ما فيش غيره. طب ومراتك وبنتك بتشك فيهم؟ الله 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 الله، ايه يا ناصح؟ مراتي وبنتي يسرقوني؟ انا عايز كل اللي كان موجود ساعة سرقة الساعة يجيلي هنا. ليه؟ ما تيجي انت هناك، لاحسن وهم جايين في السكة يسربوا الساعة. اللي سرق منك الساعة يا عمدة تواها قبل انت ما تكتشف انها ضاعت. ايوه عندك حق، انا فتشت الأوضة بتاع الغفر وتدور حتة حتة، داني حتى فتشتهم تفتيش ذاتي. شوف يا عمده، اولا لازم نكتشف مين اللي سرق الساعه، ثانيا لازم نعرف هو تواها فين. صح؟ ايه يا عمده مالك ما بتردش ليه؟ انا مش هقول لك صح ولا غلط، اعتبر نفسك في امتحان من النهارده، يا جبت الساعه يا رجعت تاني بياع سريح انت وسكر بتاعك في البلد. تبيع خيار، تبيع قوطه، تبيع لارنج، تبيع اي حاجه. يعني مش هتقعد على الكرسي بتاعك وتستريح زي الاول؟ بقول لك ايه؟ اسمع، مش هتستريح على الكرسي تاني، وهتلف طول النهار في البلد بياع سريح لغايه ما الشمس تقور دماغك. نصح ما بيجيش بالتهديد. أنا؟ ما بيجيش بالتهديد. كرسي يا عمدة، كرسي إيه اللي بتتكلم عنه؟ ده كرسي متعب أوي أوي. أنا كنت متهني، كنت أخلص البيعة من دول، أروح على البيت أنام على برش، كأني نايم على سرير، وأحلم أحلام سعيدة. هنا قاعد على كنبة سفينج كلها شوك بتشوك. شوف يا عمدة، أنا هجيب لك اللي سرق الساعة، وبعد كده أقعد على الكرسي. اقعدش انام على الارض، انام وانا واقف، انام وانا واقف زي البهايم صحابي الحر. الله، انت زعلت يا ناصح؟ يا ده انا بقول لك كلمه احمسك بيه لاجل ما تعرف مين اللي ايده طويله. هي حصلت يا ابو العمده تشك ببنتك؟ مرتك وبنتك هيسرقوك يا عمده؟ يا حر يا حر، ما افهم انت وبنتك، معقول اشك فيكم؟ ده انت مرضي ودي بنتي. ناصح هو اللي طلب مني كده. وانت تطوقه يا عمده وتوقفنا مع الغفر يابا. ما تزعليش، هوقفكم بعيد عن الغفر. يا حومتي يا حومتي، لزفت ناصح يلزقها فيني وانت تصدق؟ يلزقها فيكوا ليه؟ بينه وبينكوا ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا قدامي، اتفضل امشي انتوا قدامي، امشي. فوت يا بنت، فوتي. يا عمدة ايه؟ مالكش دعوة. خير يا عمدة، خليكوا في حالكم. بهدلتنا يا بابا، بهدلتنا. كانت ساعة محببة. فس قدامي، هرش ولا كلمة. اتفضل. جبتهم لك. اهلا يا عمدة. اهلا وسهلا. منورة يا جنب العمدة. اهلا وسهلا. اهلا منورة يا ست الكل، منورة قوي. اهلا بعروستنا. اهلا وسهلا. أهلا، حصلت لنا البركة. مالكش صالح بي؟ شوفوا
مش انا اللي هكتشف مين اللي سرق ساعة العمر، اللي هيكتشف السرقة سكر. تاني سكر؟ يقطع سكر وسنين. أي حد هيتكلم هديله جيزة وارحله. كل واحد فيكم هيخش جوه عند سكر في استراحة حمار الزوار. كل واحد يخش يشد دول سكر. اللي هيخش ويشد دول سكر وسكر ينهق يبقى هو اللي سرق ساعة العمدة. يا سلام، طب ما هو طبعا لازم ينهق. أي حمار ينشد له ديله لازم ينهق. أي حمار. سكر بقى مش أي حمار. سكر حمار ناصح. فاهمة يعني إيه حمار ناصح؟ وعلى كل خش أنت الأول. وش عجب إن الأول يعني؟ أنت على طول مزرجينة كده؟ يا ويلي اللي هياخدك. يا عمدة. يا عمدة. أي حد هنا مش هيسمع كلامي أنا مضطر آخد سكر وأمشي. الله 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 الله. إعملي معروف يا سهيل. إدخلي شدي ديل الحمار. حاضر يابا. وما دام مطمنه ما تخافيش، شد دور الحمار وانت واثقه من نفسك. ايه الحكايه يا ناصح؟ هي دي طريقه؟ اصبر يا عمده اصبر. انا اكتشف لك مين اللي سرق ساعتك. اصبر. هو ما لحقش. تبقي بريئه، ما خدتيش الساعه. غفير واحد. انا في حاضر. خش. بريء. الحمد لله بريء. غفير اتنين. اصبر يا رب وانا خايف الحمار يبقى طويل. يا بريء. السكر مش حمار عشان يضيع واحد بريء. الحمد لله. الحمد لله ظهرت براعتي. اجي بني استنى اصبر، الحكايه لسه ما خلصتش. لسه نمره ثلاثه. انا الفران ولا ايه؟ لسه الدور جاي على حرم جناب حضره العمر. لا الجدع ده زود ده خالص، ما يتسكتش عليه بقى. بريء بريء الحمد لله. اتفضلي يا ست الكل، الدور عليك. يا عمدي يا ماني خايفة، ماني عارفة حظي يا اخواتي. خايفة خايفة اشد ديل الحمار غلط يروح منحها. لا سكر ما يغلطش. اني ممكن اغلط وسكر لا يمكن يغلط. عدي عدي خلي لي. ايوه عجيبة. لو حصل والحمر نهق يبقى الحكايه فيها طلاق يا شيخ. العلوم بتطلع براءه عشان تحضر كتب الكتاب. طلقني طلقني يا عمده طلقني يا تلفيدوا من الشغلانه دي. ايه الحكايه يا ناصح؟ طلعوا كلهم براءه؟ لا لا مش كلهم يا عمده، يوم واحد سرق الساعه. يلا بينا نخش جوه عند سكر هنعرف جوه مين اللي سرق الساعة؟ تفضل وراي. يلا. تعال. عايزكم كلكم تفتحوا ايديكم كده اهو. اديكي فيها اسم. معلش شوية جاز كده هيطلع. انت برضه انت نفس الحكاية. اديك ما فيهاش اسم. انت زيهم اسم. يبقى الحرامي فيكم. الحرامي هو انت اللي سرقت الساعة. ليه بقى؟ لما الحمار ما نهاش لما شديت ديل يبقى ازاي سرقت الساعة؟
انا بقى دهنت ايدين الحمار اسود. طبعا كلهم عارفين ان هم ما سرقوش الساعه ولا حراميه، فكل واحد فيهم دخل شد ايدين الحمار، ايديه بقت كلها اسود. انما انت عشان عارف انت اللي سرقت الساعه وانت الحرامي، لما دخلت جوه الاوضه وقفت ورا سكر وعملت نفسك بتشد ديله عشان خفت تشد ديله ينهق، عشان كده ايدك بقت نظيفه. صح يا ولد؟ صح ولا لا؟ ولد انت ما شدتش ايد الحمار ليه؟ خفت على الحمار يكشفني يا ملعون. سامحني يا ملعون. اسامحك؟ وخبيت الساعه فين يا ولد؟ تحت شجرة الجميز. ممكن اعرف يا سناصح ايه اللي خلاك يعني مطمن كده ان الحمار مش حينها لما حد بقى يمسك له ديله؟ اولا لان ده حمار ناصح، ثانيا لان انا وهو متفاهمين على كده، ثالثا سكر لا يمكن ينهق الا اذا كان جعان، وانا بقى كنت موكله ومشبعه قبل ما تشرفوا حضراتكم. طب ممكن اعرف ليه بقى جبتني هنا انا وامي؟ ايه كنت شاكك فينا بقى ولا ايه؟ شاكك فيكوا ايه يا بنت؟ شاكك في حد؟ في ست تسرق جوزها ولا بنت تسرق ابوها؟ طب امال ايه بقى اللي خلاك تجيبني هنا انا وامي؟ ها؟ مطرات جبتنا هنا ليه؟ يا على غباوتك يا بنتي، ما تفهميش في الحب. سناصح لسه عايز تتجوزني؟ افكر. تفكر؟ ممكن تكوني مزرجينه شويه. ده كان زمان. ودلوقتي بعد ما شفت نصحتك ما عدتش ازرجن ولا اقول لك لا ابدا. طيب هنكتب الكتاب امتى يا ناصر؟ لما اخد رايي من الاول. مين؟ سكر.